هم يدعون أنهم يتحاربون لحل مشاكل، ولكن دائما إذا تشوفين الحروب تولد حروب. من نابليون وما بعد نابليون دائما كانت الحروب موجودة بأوروبا في العالم المتحضر الذي قام في حينها. وحتى إذا نشوف الحرب العالمية الثانية، يعني اللي هي الحرب الأكثر تدميرا في حينها، هي كانت نتيجة مباشرة للحرب العالمية الأولى. هي دائما الحروب تولد وتنتج حروب. طيب اختيارك لهذه الشخصيات ذكرت ما بين نابليون وأيضا هتلر بعد ما تعرضت لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لظلم كبير مثل ما ذكرت حضرتك، العنوان هنا من هو؟ يرمز لمن أو يشبه بمن؟ هل هو هتلر أم هو نابليون؟ لا هو هتلر ولا هو نابليون، وإنما الأفعوان هو الحاكم في الديار الشرقية. الديار الشرقية؟ نعم. يعني أكثر مشاكلها؟ أيوة مشاكلها. إذا 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 تقرين الرواية راح تشوفين إنه الأفعوان مو من الحيوانات الرئيسية. الأفعوان بالرواية هو حيوان متحول. 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 كيف؟ يعني يتحول، يعني هو 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 الفكرة بالرواية كل طائفة من الحيوانات لهم أفعى. أفعوان. يعني في الفيل، الفيل عندهم أفعوان، والخلد لا عندهم أفعوان، والنعام لهم عندهم أفعوان، الحاكم لهم رئيس، اللي لهم هو ملك لهم بهذا الشكل. الحاكم في الدول غير الديمقراطية اللي هي بلدان العربية نقدر نقول عليها؟ نعم طبعا اكيد، مو بس انا طبعا اللي يهمني هم البلدان العربية، ولكن هو بحقيقة الامر في الشرق بصورة عامة ما عدا بعض الحضارات الموجودة، مو حضارات وإنما ثقافات موجودة في اليابان وكوريا، هذول ممكن يطلعوا من إطار الشرق، ولكن البقية كلهم على الإطلاق هم في نفس المشكلة، وكل واحد من عندهم كل واحد من حكامهم هو أفعوان. طيب ذكرت حضرتك بأن في الرواية كان هناك افتراضية، يعني حضرتك افترضتها وهي فرضية جديدة هي مغايرة لنظرية النشوء والارتقاء لداروين. نعم. كان لحضرتك فرضية أخرى. هي إذا نشوف إحنا النشوء والارتقاء، النشوء والارتقاء يشتغل على المستوى الفردي للحيوان يعني. نعم. أو للكائن بصورة عامة. نعم. إنه يبدأ الفكرة إنه بدأت الحياة من هذه الخلية الوحيدة. وتطورت، وهسه إحنا كنا مفروض كنا أحفاد ليش الخلية الواحدة. نعم. هذه ما يخص نظرية داروين، واللي إحنا ما سمعنا مو بصدد الدخول في مشاكلها، اللي هي النشوء والارتقاء. النشوء والارتقاء دائما الكائنات ترتقي. نعم. على مستوى فردي، ولكن نعم. على مستوى اجتماعي. واللي هو هذا الموضوع اللي يهمنا بالرواية. نعم. على مستوى اجتماعي أكو مجتمعات ودول تنشأ وترتقي فنحضر مرة ثانية.